عليكم. اليوم نروحوا لولاية عقال مالي نعرفكم على المواكب الحموي تحمام الصالحين، والذي تم إعادة تهيئته وتجديده في الآونة الأخيرة، واللي وكذلك عرف توسعات كثيرة حول الفضاءات الطبيعية حول الحمام هذا. وللعلم أن الحمام هذا يحتوي على حمامات الرومانية اللي تعد أقدم حمام روماني مازال يعني قيد التشغيل في العالم. إذا نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول زيارة نتاع وزير السياحة إلى ولاية قالما والوقوف على وتدشين حمام الصالحين. إذا اترككم تتابعون، والسلام عليكم.